شيخ سامح عبد الحميد الداعيه السلفي. شيخ سامح اهلا بيه. اهلا وسهلا مرحبا. شيخ سامح على طول، وخلينا بقى يعني نوجز، لا يعني لا نعيد يعني بايجاز كده، كلما يعني عملنا ده لما ايضا تولت السيده محافظ البحيره نادي يعني عبده. نادي عبده، نادي عبده. ليه شايف انه المرأة غير صالحة لتولي المناصب القيادية؟ بسم الله الحمد لله، محافظ او وزير صلى الله عليه وسلم. طيب ما انت شفت هو قبل الفاصل كان ناس زعلانين من نادية المهندسة نادية عبده عشان مولد ابو حصيرة، وما سمعناش اسمها من سنة كاملة في اي انجازات ولا تطوير، فهي وكأن هي بتشتغل بمبدأ التسكين. نتكلم عن نقطة سريعة، ده ملوش علاقة بكونها امرأة، يعني ما هو ممكن في محافظ تاني الاقيه فاشل اذا كنت انت شايف انها فاشله، لكن هي يعني أنا مش لا استطيع ان اجزم بانها ناجحه او فاشله. الناس هي اللي بتعمل عمليه تقييم. يعني نتكلم بسرعه برضو زي ما حضرتك قلت، لحد ما اقنعت الناس بانتخاب المراه، ليه هو كان في مراه في العالم متوليه مناصب، ولا هل المراه نفسها في دول الغرب لا تنتخب المراه، بدليل ان اغلب البرلمانات بيكونوا رجال، وكل تاريخ امريكا كلها ذكور، ما فيش. انت عندك تاتشر قعدت 10 سنوات رئيس الوزراء، ونظير بوتو ميركل الان ونظير بوتو خليت امريكا في تاريخها كلها ما فيهوش واحده ست ابدا، كل تاريخها ما فيهوش واحده رئيسه ولا نائبه رئيس. ميركل وحتى دلوقتي ماي وقبلها ماجد تاتشر كلها حالات نادره، المفروض 50% امريكا 50%. مش موديل ليه؟ ايه امريكا مش موديل ليه؟ امريكا اعلى ديمقراطيه في العالم حسب ما بيقولوا. طيب احنا برضو نتكلم من وجهه شرعيه، لجنة الإفتاء كانت هي بتشطح الحديث، الكلام ده زمان يعني، لجنة الإفتاء دلوقتي اللي في وضع شوية سياسي غير بعض الأمور في لجنة الإفتاء، علينا نعترف بكده، إنما الفتوى بتاعتها القديمة على تولي المرأة عندما أتى تشرح لجنة الإفتاء قالت إيه بس؟ هقوله إن شاء الله. في شرحها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والحديث في البخاري، قال هذا دليل واضح للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو ينبه أمته على عدم تكرار ما فعله الفرس بتولية امرأة، لأن هذا فيه خلل بالأمة وعدم فلاح بالأمة في تولية، دي النقطة المهمة، تولية المناصب السيادية، يعني مش حتى رئيس الدولة بس، ولكن المناصب السيادية كلها، زي وزيرة، زي محافظة، زي عضوة مجلس الشعب، لا يجوز لها أيضا أنها تكون في، يعني أنت حتى المرأة لا تصح أن تكون نائبا، لأن ده مجلس تشريعي قيادي، الناس بتوع الحل والعقد، ده مجلس للحل والعقد يشرع للناس في امورهم. طيب بس عايز اقول لك انه دار الافتاء وحتى الازهر في تفسيره، في دلوقتي تغير الموضوع للحديث، لانك انت الحقيقه يعني ده تفسيركم انتم. لا 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 لا، انا بقى يعني عن لجنه الازهر وبكل امانه لجنه الافتاء هي اللي قالت الكلام ده، بس الكلام ده زي ما انا قلت لك طيب في وقت سابق، دلوقتي البعض. طب ينفع اقول ده واحنا في القرن 21 وانت شايف ليه بقى هو الدور الذي تلعبه المراه؟ دي نقطه مهمه برضه يا اسواق، اللي انت بتقول في القرن ال 17 القرن ال 20 واحد ال 42 مجتمع بيتطور، هل ليه؟ طب وهل زمان ما كانش في صحابيات جليلات عندهم عقل وحكمه وحنكه؟ كانوا موجودين في كل المناصب، ليس في الدوله، كانوا موجودين في كل المناصب. لا لا لا، لم تحكم ابدا المراه، لا في الدوله الامويه ولا العباسيه ولا العثمانيه، ما كانش، لا ما حكمتش ليه في اي دوله من دول الاسلام. شجره الدر، جميل جدا، شجره الدر حاجه من ايام فقليله لوقت شاذ وتشال، ده شجره الدر دي الدليل على ان المراه لا تسطح، لان هي قعدت ايام قليله بعد انت عارف موت ايبك والكلام ده كله، فهي حكمت ايام قليله واتشالت. طيب هنا بس يا شيخ سامح يعني، طب خلينا ناخد بس راينا اولا سواء المرأة، أولا الدين وربنا سبحانه. ده أنا مش بقلل من المرأة دكتورة، لحظة كلامي مش تقليل، لحظة من فضلك. القرآن قال إن الله لا يضيع أجر عملا منكم من ذكر أو أنثى، دايما بيخاطب الذكر والأنثى، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ده دي قرآننا، القرآن والسنة. صحيح. المقدم السلفي الجليل قال ان المراه نصف المجتمع وتلد النصف الاخر، الشيخ المقدم صح، واخد بال حضرتك محمد اسماعيل المقدم، ايوه. فحضرتك المراه بيخبوك من ارضيتك اولا، ده جابوا لي كده دخل على طول. انا هقول لحضرتك حاجه، انا اكون انا سواء مراه او رجل في منصب قيادي وفي الوقت الحالي هي امراه تنفيذيه،
بتمشي باللوائح والقوانين اللي أتي من الدستور، والدستور منبعه الشريعة الإسلامية المادة رقم 2. صحيح. واخد بال حضرتك؟ يبقى إذن هي بتنفذ تنفيذية، سواء مرأة أو رجل. ممكن رجل يفشل، ممكن مرأة تفشل. احنا عشان كده احنا عملنا عدم التمييز اللي هو إيه؟ الكفاءة، الخبرة، المؤهلات، دون النظر إلى الجنس، الى الديانه، الى الموقع الجغرافي، الى لا 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 ليس هذا ليس الذكر كالانثى، ده في القران ليس الذكر كالانثى. وحضرتك طبيبه، هل هذا اجتحام؟ انا اسمعك، طيب. اسمعتك وما اطعتكش. حضرتك عدم التمييز ده، اولا انا لما كتبت هذا القانون جبت اسانيده اولا من القران، من احاديث الرسول، ان كلكم ابن ادم وادم من تراب، ولا فرق بين احد عجمين ولا الا بالتقوى. ادي دي حاجه. الحاجه الثانيه من الميثاق الدولي للميثاق العالمي، ما لناش دعوه بالميثاق العالمي. طب خلينا الميثاق العالمي بيتكلم على حقوق الشواذ، حقوق الشواذ وحقوق يا سيدي ماليش دعوه بالكلام ده. طيب. انا مش هاخد الكلام ده، انا خلينا في القران بتاعنا اللي يتماشى مع شريعه. خلينا في ديننا. الرسول قال ايه؟ ان كلكم من ادم وادم من تراب، ولا فرق بين عجمين. صح. واخد بال حضرتك؟ وان الله لا والقران قال ان الله لا يجعل اجر عمل عملا منكم من ذكر لانثى. كل الكلام، معلش في التشكيل بالنسبه لي، مش كل القران بيخاطب الجنسين. صحيح. بنفس الكلام، ده الاصل. صح. المقدم هو السلفي بتاعك وقال انها هكذا. المراه اكثر حنكه في القياده لانها عندها عمق في التفكير. دخلنا بقى بالعقل كده، مش دخلنا سيبنا الشرع كده، سيبني اتكلم بس. ليه؟ لا لا، ومين قال ان كلامك هو الشرع؟ لا انا بتكلم عليها، انا بتكلم الاول بالايات. اما جت بقى تقول المراه في القيامه، قول هذا تفسيري، يعني ده تفسيرك للحديث. يعني اتفضلي. اولا اقول لك، انا بقى جايبها لك من الناحيه الطبيه. اتفضلي. الست عندها ضعف كروموسوم او كروماتيد التحمل عن الرجل. الرجل اكس واي القوه والتحمل، المراه عندها 2 اكس التحمل. لان ايه؟ لما اهلت به، وفعلا عندها قدره. يعني انت هات رجل وسيده تلاقي راجل سريع التعصب اكتر من المراه. عندها قدره لاخذ المشوره، وجد جاء في سوره سبأ، وحضرتك حافظ هذه الايه. افتوني يا قوم، يعني المشهور دايما لا خاب من استشار. يعني عشان كده بتبقى يعني اكتر في القياده، اقدر في القياده. المراه ما تقوليش ما تتولاش مناصب، والقران لا. طيب ارد بس على النقطه دي، هات لي ايه في القران ورسول قال حاجه صلى الله عليه افضل الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. قال لك طيب. اللي انا اجي في حديثي اللي هتلاقيه مش ماشي مع القران. طيب شيخ سامي، هاخد بس رد عشان اخد عشان كله بسرعه، الوقت بسرعه. هي الدكتوره بتقول المراه اقدر واقوى واكثر صبرا وهكذا، والكلام ده مش صح، لان المراه لما جوزها بيموت بتاخد معاشها ومعاشه، انما لو وبتربي الاولاد حتى لو مراه معيشه. طيب اكمل. وتطلعهم دكاتره. لو هي اقوى، لو هي اقوى، لو الام ماتت العيال بتتشرد. بنتكلم بقى على القانون، يعني زي ما بقول لك اليوم يوم القانون الأم. نفسه قرر ان المراه اضعف من الرجل، لان هي لما جوزها ده التكوين الطبي بتاعتها اكثر احتمالا من الرجل اكس اكس. هل معقول ليه بتدولها معاش الرجل؟ ليه الرجل مش بياخد معاشها لما هي اللي اقوى؟ ليه الراجل مش بياخد معاشها؟ يعني ما بياخدش معاش الست لما تموت. مين قال الكلام ده؟ هو اللي بياخد هي اللي بتاخد معاشها. مين قال الكلام ده حضرتك؟ طيب المرأة قدمت أم، خليها يا جماعة عشان بس ما بعرفش، قدمت زوج شهيد، قدمت ابن شهيد. ماذا قدمتم أنتم لمصر؟ ماذا قدمتم للوطن؟ وعشان كده ربنا ادانا فخامة الرئيس الله يكرمه اللي خد بيد المرأة. لا، هي بتتكلم عن التيار السلفي. ماذا قدمتم أنتم؟ مش رجالة. أنا رجالة. لا أنا بتكلم عن، ما هو الشهيد نفسه هو يعني. عايزين ترجعوا المرأة ورا يا جماعة لو سمحتوا. حطوا ايديكم فوق ايدينا. طيب شيخ سامي، يعني هنا مش من العبث، مش من العبث، وأنت شايف المجتمع بيتطور بشكل كبير، ده حتى النهارده الرئيس كان يتباهى ان 20% من الحكومه من النساء، يعني وده الحقيقه. وقادرات، يعني المشكله ان التيار السلفي انتوا بتنقلوا ده يا جماعه للثقافه الشعبيه السائده عند الناس. نماذج المراه اللي جت من الستات اللي هم في ال 20% المحافظه، لا زي اللي انا علقت عليها الدكتوره ايناس عبد الدايل اللي هي عازفه الفلوت، ماجستير في الفلوت، دكتوراه في الفلوت،
هي رئيس القسم الالات النفخ والعزل. ايه ايه بقى خبرتها؟ انت بتهين الالات انت ما تعرفش الالات الموسيقيه. ايه خبرتها في تنميه المجتمع وثقافته والتراث والهويه المصريه والثقافه؟ هو لما اكون يعني عندي هوايه جانبيه تلغي ثقافتي وتلغي دراستي؟ الهدف دلوقتي ازاي؟ الهدف دلوقتي ما انا كنت لسه هاجي على هجومك على الدكتوره ايناس عبد الهادي. هو ده معناه ما عندهاش ثقافه، ما عندهاش حشر كميه كبيره من النساء في مجلس الشعب والوزارات بدون اي خبره. يا دكتور يا فندم، يعني دلوقتي السيده دي والدتك وابنتك وزوجتك. انا عايز اكمل بس. طيب استنى بس يا دكتور، بس عشان انا سكت. دكتوره شاديه دي واحده بس انا سكت يا جماعه لو سمحت. انا عايز ايه اللي حشر اعداد كبيره من النساء في مجلس النواب ومجلس الوزراء بهدف ايه؟ الهدف عايزين المناصفه يا دكتوره لو سمحت اتكلم. بهدف ايه؟ الهدف هو اظهار تكريم المراه تكسيرها عددها في مجلس الشعب وفي الوزارات وفي المحافظات. وفي الاخر اجي اشوف تاريخ زي واحده زي الدكتوره ايناس الاقي ليس لها انت تستأيدك يا استاذ ليس لها خبره في اي شيء الا العزف على الفلوت. هل دي هتنفع الشعب في ثقافته؟ هتثقف الشباب؟ يا بيه افرض ان دي عندها موهبه جانبيه. استاذه يعني انا عايز بس هنا ليس لها اي خبره، ليس لها اي خبره في اي شيء. طيب يعني لو سمحتوا يا جماعه انتهى بهذا الكلام. انت خطيره زي وزاره يا دكتوره شادي عشان بس يا جماعه ننظم الحوار. انت بتقول ده لانك بتحتقر لا الموسيقى بشكل عام. لا ولا لا احتقر المرأة ولا و و والفن ايضا، وعندك موقف انت تخاصم الواقع يا شيخ سامه. فانت هنا هي يعني انت مجرد هي ليست عازفه فقط، لا ده ست ادارت اهم زي ما حتى اهم مركز ثقافي في مصر وهي الاوبرا. هي وزيره ثقافه ولا وزيره معازف زي ما قال الشيخ احمد هلال مثلا؟ هي جايه عشان معارف ولا معازف؟